بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجميع الدعاة إلى التوحيد والعقيدة. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الإمام محمد عبد الوهاب عنوان له بهذا الكتاب، قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. الخلاصة دي كل واضح إلا إيش؟ الجبت. الجبت كل ما خالف أمر الله ورسوله الاعتقادي من السحر والكهانة وضد الإسلام إلى آخره، يعني سنان عام، دون اللي خالف أمر الله ورسوله يعتبر إيش؟ يؤمن بالجبت، اللي هو مخالفة الأمر الاعتقادي، أمر الله ورسوله، يعني مخالفة التوحيد ومخالفة السنة ومخالفة ولغو العياذ بالله في البدعة إلى آخره. يعني السلف كل فسره، يعني الجبت قالوا كهنة، وقالوا السحر، وقالوا حتى عمر، من عمر رضي الله عنه إلى التابعين رحمهم الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اختبس شعبة من النجوم فقد اختبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي زاد من الاقتباس ما زاد، كل ما زاد في السحر زاد في الشر والعياذ بالله. رواه أبو داود إسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضد هي لها ضبطان، ما العضد عند يعني أهل الحديث ما العضد، وعند هذا ما العضد عند أهل السنة عند المفسرين. عمان لها ضبطان: هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان للسحراء. وأن بابا ينا ما قلنا عن بيان شيء من أنواع السحر، يعني وأن ابن ديزو وأن بابا ينا نونا واني سحرا أنواعني، لكنه كله شر وكله كفر بالله عز وجل، لكنه أنواع، يعني مثل الكفر والشرك أكبر أصغر، لكنه كله شر والعياذ بالله. إن ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني يبين يجي أولا مبين قال يجي: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبث، يعني من السحر أو من الباطل الذي خالف التوحيد. أبو النبي صلى الله عليه وسلم يكني في دوانا، يعني ما نسأل شيء الجبت شيني، يعني أغرب يمكن لفظة في هذا الحديث شيني، أن مك قباتر كما قدمنا أنه ما مخالفة أمر الله ورسوله على التقاليد. قال زجر الطير، والعيافة قال زجر الطير، يعني كانت العرب تزجر الطير إذا راحت يمين تفاءلوا بالخير، وإذا راحت للشمال والعياذ بالله إنسك يهابوا في السلاء ما في خير في هذه الرحلة ارجع إلى آخره نعوذ بالله. كما جاء في الحديث: من ردته الطيرة، يعني من أمضته أو ردته فقد أشرك، يعني بسبب الطيرة تقدم أو بسببها تأخر فقد أشرك، يعني دون دا يزمى الشؤم أو الطيرة يتثاشي برأ أبويك إيه فقد دخل في الشرك والعياذ بالله. شين يكون من مقتبس شعبة من النجوم، يعني النجوم خلقت لثلاثة أشياء: زينة للسماء، نجوم للشياطين، علامات يعني، وعلامات النجم هم يهتدون للاهتداء. قال ابن مسعود يعني أولا حديثا إيه: من ادعى غير هذا فقد كذب، يعني هي لثلاثة أشياء، لكن من ادعنا تعلم الغيب أو إذا راحت يمين كذا يحصل كذا والعياذ بالله، هذا كله شغل السحر. لذلك الشيخ يعني وناء باب يجي باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني وأن أبو بوم
كلها تدخل في السحر والعياذ بالله. زاد ما زاد يعني أبند يزيد في الباطل أبند يقرأ أكنجي ينجنى على نفسه. والنساء من حيث أبي هريرة رضي الله عنه عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، يعني طريقة السحرة قلدهم أو يكوك ينسي يقم يسكيشي كما واسا هر أواسا بها صلحة، يعني لا مزحة ولا هزلة في أمر العقيدة، يعني أمرني فيه مصير والعياذ بالله. يعني الناس بسببه يخلدون في النار، وناس فازوا فوزا عظيما بسبب هذا التوحيد. لذلك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكثوا في الطريق جاي من بدر من تبوك، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قال حديث الركب نقطع الطريق يعني داريا مجداري. أنزل الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله. لم لا يواسد أبن أمر عقيدة أمر عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضلة أو ما العضد ما العضة ما العضة ألف وهي أو ما العضد ما العضة ما العضد ضبطين لها هي النميمة القالة بين الناس، يعني شيء ما كمان نوعنا من السحر، يعني يفسد النمام أكثر من الساحر. يعني النمام كاوزي أم يديك معلومات حقيقية لكنها بنية الإفساد، يوم كذا قال كذا وأشر كذا وانتبه له في كذا والعياذ بالله. لكن السحر ربما يعني يأتي بالسحر والجني نفسه لا ما يقوم بالمهمة يخاف، لكن هذا النمام يأتي بأشياء حقيقية نعم موجودة لأنه ضيع وقته في التفريق بين الناس والعياذ بالله وتتبع عيوبهم ونقلها للآخرين، والعكس بالعكس، من نم لك نم عليك. ده قاعدون يقوم ما قال ايش ما فلان قال في كذا لا كيد لان كان كان بي شيء ما يمكن اكد عندي كما زد اوكا كي وانشان ايش كما كاتي كذا، يعني كما يجد ان جاء بركه شن باكينكا يدوكا جاء وانشان ابن دك جي كيما. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان السحر، يعني من البيان كانه سحر يعني له تاثير، يعني البيان له تاثير على القلوب سواء في الحق او في الباطل. يعني ببيت شعر مات يعني بعض الشعراء واللي يقول الأرض والبيداء تعرفني، يعني جاء يهرب إلا الغلام قال له وين رايح أنت تقول والسيف وكذا إلى آخره ويسألكما فقتل فيها، يعني أكشيش لسبب بيت شعر والعياذ بالله. حتى حسان رضي الله عنه كان يرد على المشركين بأبيات من الشعر، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يا أذنامي يزم يرد هذا شعر يزم تأثيرا شعرا يمكن أشد من تأثير السيف عند العرب. طيب باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني هذا البيان السحر إما يكون محمود أو مذموم، إذا يعني أثر على الإنسان وحمله على الخير فهذا محمود ويدخل فيه حتى الشعر، وإن أثر الإنسان يعني بأبيات شعر غزلية وأثر على قلبه وضيعته وضيع صلاته وخشوعه والعياذ بالله هذا يعني دخل في الجانب المذموم. باب ما جاء في الكهانة ونحوهم، في الكهان باب ما جاء في الكهان ونحوهم. رأى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لا إن صدقه كفر والعياذ بالله. يعني هي رواية من أتى كان يعني سأله ولم يصدقه 40 ما تقبل له صلاة، ربما في يعني حصل خطأ، وإذا صدقه كفر، يعني أتى وصدقه بما يقول كفر مباشرة، يعني لا تقبله 40 يوما إذا سأل بدون تصديق، قال خلينا نجرب نلعب زي يعني عقد عقدة ونفث، يقول خلينا أجرب كلعب يعني نكتة وكذا، لا إذا أتاه وسأله لم يصدقه لا تقبله 40 يوما، صدقه كفر بما أنزل، يعني يلزم كافري، يعني أم وسائكي يزوج برمي وسام مغني عشان نضحك ونفرفش، أي يجي وأنا حركة يدوي تنبيشي بلما تنبيشي بقلنا شوف معلومات يمكن أنه كذلك أنه صادق، هذا 40 يوم ما تقبل له الصلاة. لكن إن جاء له مصدق به مصدقا بسحر والعياذ بالله هذا من الذين ارتكبوا يعني الشرك الأكبر والعياذ بالله، فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهلا أو عرافا صدقه بما يقول في, 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 في الدليل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهلا فصدقه ما يقول فقد كفر، هذا النصيان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول
فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر مباشرة، لا تقبله صلاة 40 يوما إذا كان يجرب ما هو مسموح. يعني بسمح ما بيجي يجرب أشياء يعني يختبره إذا كان ما هو من أهل العلم، يعني عشان يظهر باطله، يعني راح بس كده على أساس إنه عبث ولعب، هذا لا تقبله صلاة 40 يوما. لكن مثل شيخ الإسلام واجههم وتحدى معهم، هل هذا يعني ما تقبله صلاة 40 أبدا؟ إن هؤلاء من الراسخين في العلم أرادوا أن يظهروا دين الله بهذا الأمر، يعني لا وسيلة لإظهار دين إلا بهذه الطريقة، وإن جاء فيها نصوص يكون فيها استثناءات، والله أعلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين أقول أشرى وحدثنا ابن مسعود يوم ليش من أتاك هنا أو كذا إلى آخره، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كل الروايات رواه البزار بإسناد جيد، كل الروايات تقول من أتى صدقه وكفر، مجرد تصديق هذا اعتقاد. وزاد الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمة يستدل بها على المسلوق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يعني الكاهن يتكهن أي يتوقع لقدام. وقيل يخبر عما في الضمير، والعياذ بالله، يعني من ناحية الوسوسة، الشيطان نفسه يوسوس له ثم ينقل للكاهن أنا وسوسة له بكذا، يعني ليس علم الغيب، لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي زمن عمر بن عبد العزيز أتاه يعني رجل يلعب بهذا الألعاب، قال: أخبرك بكذا بما في نفسك أو كذا. فين عمر وسوس وقال له: أنت تقول كذا؟ قال له: سبحان الله، كيف عرفت؟ قال له: وسوس وسواسي وسواسك وسواسك، قال: وسواسي خرابيط، فأمر به فقتل. يعني فتح الباب هذا بيفتح باب كهانة والعياذ بالله، فينا إيش كبا كشيش، لأنه يعني سلك طريق السحر، يبدأ بالمزح ثم إلى آخره، ثم يدعي علم الغيب، لأنه هذا يعني شيء يشكك الناس، لقوله تعالى: وهو عليم بذات الصدور. وهذا ليس علم يعني ذات الصدور، هذه علم الوسواس نفسه حق الشيطان، يوسوس نفسك ثم ينقله. ولا العلم اللي هو يعني يقع في القلب ما يعلمه إلا الله عز وجل بهذه الآية، وهو عليم بذات سبحانه وتعالى. وقال أبو العباس ابن تيمية رضي الله عنه رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني يستخدم طريق النجم أو الرمال أو الكهانة لكي يتعرف يعني كيف يعني إيش اللي حصل كذا، كله عن طريق الجن والعياذ بالله. كما دون لا يعني طرق شيطانية، أنا الشيطان تخدمه لكي تضيع عقيدته فقط. لكن ناحية الغيب لا يعلم الغيب، وناحية التأثير، وما هم لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإن استطاع أن يعلم يعني كذا يحصل كذا بمعلومة، يعني تسرق من الملائكة أو كذا، أو من الملائكة اللي فيها إذا رمي نجا أو يحرق، وإن يعني حصل على المعلومة، النتيجة ما يعلمها إلا الله عز وجل، يعني هل تكون أم لا. إذا لم يأذن الله عز وجل مهما فعلوا ما يستطيعون، يعني بأدلة حتى منهم الشيخ جعفر رحمه الله تعالى، يعني سألوا بعض السحرة إنه رسلنا لك وكذا وما قدرنا نوصل لك كذا، هم يقولون يعني يقولون بأنفسهم إن الجن نفسهم يرجعوا يخافوا منه، لأن يتحصن الشيخ رحمه الله تعالى، ما استطاعوا إلا أن قتلوه، يعني بالسحر ما استطاعوا أن يصلوا إليه. بماذا؟ بالتحصن بالأذكار، والله عز وجل يعني أتى بمسببات وأتى بأشياء يعني تمنع هذه المسببات أو الأسباب، فهو فعل لما يريد سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان. نعم. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لأنهم يدعون علم الغيب بهذا، يعني هم نفسهم يعتبر أنفسهم من آلهة مع الله عز وجل، يعني يأتي بدل ما الإنسان يروح يستخير الله في شيء يأتي إليهم يخبرونه يحصل كذا. طبعا نسبة الكذب أكثر، مع ذلك أنه هذا يدعي ما لله له، هذا الشرك الأكبر، أن يدعي ما لله يعني له هو، هذا هو الطاغوت، من جعل نفسه مكان الله عز وجل، أدعى ما لله له، جعل ما في للخالق، يعني الذي أشرك هو الذي جعل ما للخالق المخلوق، وهذا أيضا جعل ما للخالق له هو، كما يعني عرف ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الطاغوت: ما تعد ما تجاوز به العبد حده من متبوع
من معبود او متبوع او مطاع، من معبود يعني راضي بالعباده، او متبوع راضي بهذا الاتباع في الباطل، او مطاع راضي بطاعته دون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني دون اللي وانا بابني ولد ابدا نهى لك متن يهان كليش، يعني دو ابن دي شاف عقيده متن ينزلش يجال عقيده شدمي. الدنيا هذه لو ملكت الدنيا وما فيها ما تسوى شيء عند الله عز وجل، ما تسوى شربه ماء في الاخره. الله اكبر. فنعمل للاخره ونسال الله ان يوفقنا واياكم جميع المسلمين. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللقاء ان شاء الله.